اخبار اليوم. الحمد لله عودة كل المسكات بسلام لمصر وانتهاء المسكات. عايز اقول طبعا اللي هو ثابت حتى هذه اللحظة ان التزام الناس ده كان حضرتك ايه الرسالة اللي حضرتك وبالتالي عايز اقول ان اقراءات في اقراءات على اعلى مستوى وطبقا للمعمول سياده المعالي رئيس الوزراء. هل ستشهد في اسلوب جديد جدا في اداره الازمه؟ كان من اللحظات الاولى كانت وزير الطيران موجود، كان سيادتك موجود، كان في اسلوب احنا ما تعودناش. يمكن لا، احنا كنا موجودين في غرفه عمليات مصر للطيران مع السيد وزير الطيران المدني، وكان في بيانات بتخرج عن غرفه العمليات بشكل مستمر وفي توقيتات، وكنا على اتصال بكل الأجهزة، وكنا على اتصال أيضا بطاقم الطائرة وفي في قبرص. سيادة الرئيس كان برضو على تواصل معنا، وسيادته كان عامل اتصال مع السيد رئيس جمهورية قبرص، وده في حد ذاته كان ليه دور كبير جدا في التنسيق ما بين